كيفاش؟ أيها لالا، أنت جيتي في الكار بحال جيما. مرحبا بك. مشروبات، مقاعد جد مريحة، ويفي وخدمات أخرى مع ساتيان بريميوم. اكتشفوا متعة السفر من جديد. ساتيان، صفر على حقو طريقو. حضور كريم. بشراكة مع وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية وكذا الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، نظمت جمعية أمل المغرب منتدى التشغيل أونديكاب ماغوك، وهو المنتقى الأول من نوعه بالمغرب للتوظيف وروح المبادرة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة. مبادرة رائعة. الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمعنى آخر اللي عندهم إعاقة، والإعاقة هي واحد المجال متعدد وكثير لا يمكن ضبطه. كاين اللي عنده مشكل إعاقة في المشي، كاين اللي عنده إعاقة في اليد، كاين اللي عنده إعاقة نفسية، كاين اللي عنده إعاقة فكرية إلى آخره. هذا واحد المجال اللي احنا محتاجين فيه لهذه المبادرات، بحال كما يحتاج الإنسان للماء لكي يشرب أو للهواء لكي يتنفس، لأنه بطبيعة الحال تشغيل المعاقين في الوظيفة العمومية هو أصلا صعب بالنسبة للأشخاص العاديين، فكيف بالنسبة ولكن مع ذلك القانون كيف رد لهم واحد الحق، لقينا واحد الصعوبة لحد الآن باش نطبقوا هذاك القانون. حضور ديال لانابيك اليوم حضور نوعي، هو من يعني المدعمين من شركاء ديال هذا البرنامج اليوم، من خلال يعني الورشات اللي قام بها من ديال التوجيه المهني اللي قاموا بها مستشارين في التشغيل خاصين، من خلال كذلك الورشة ديال البحث عن عمل اللي اجراها مع بعض المستفيدين من هذا البرنامج. هذه أول مبادرة تدار في المغرب، حيث أننا بغينا نجمعوا في نفس الطاولة الناس من ذوي الاحتياجات الخاصة والمشغلين. الهدف ديالو هو أنه بصفة مباشرة بلا ما يكون شي وحدين حاجز أو انترميديير، هاد الناس يقدوا يلقاو الخدمة ويديروا حدا هاد الناس هادو، يوريهم شنو هما الكفاءات ديالهم. أنا جاو عندي الإخوان المكفوفي، وجاو عندي الإخوان اللي عندهم، منتدى التشغيل أونديكاب ماغوك عرف حضور رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، الذي حاول تخدير كل الحاضرين من ذوي الاحتياجات الخاصة بكلماته وسيناريوهاته المعهودة والمحفوظة، والتي تبقى كلاما من أجل الكلام ولا تمس الجوهر، إلا أن الحاضرين الذين حاول بن كيران قمع أصواتهم بل ودخل في مشادات كلامية مع بعضهم، فطنوا أن حضور رئيس الحكومة للملتقى ليس إلا للاستمرار في ملء ألبوم صوره الذي سيستعمله في الاستحقاقات الانتخابية القادمة. حق دستوري كيف تمرية دستور هذه فرصة خديمة ما خديمة قال ما عندها ديك بنية للمرأة هي عندها ربح الويدين حال دابا أنا مرأة أنا ولدي مخدامة يعني وعندي كدير فلوب وفاش كنمشي ندفع لي سيفي زعما كيقول لك صافي سجل عيطوا لك صافي فاش كتمشي على الله شنو كيقولوا لهم راه هذيك راه صغيرة هذيك راه هذي أنا ولدي أنا ما عرفتش أنا ما عندناش حتى شي تصرف عليه. إذا القطاع الخاص يقدر يساعد الدولة، الدولة مستعدة تعطي الإمكانيات، احنا مستعدين لهذه القضية هذه اللي من خلالها نعطيو فرص لهاد الناس اللي عندهم هاد الإعاقة باش يعملوا مشاريع ولو صغيرة على قدر الإمكانيات ديالهم اللي تضمن لهم واحد العيش كريم. أنا هذا الشيء راني كنعيشو يعني ماشي غير كمسؤول سياسي، كنعيشو بعواطفي وكنعيشو بعقلي وكنعيشو وانا متاسف جدا لان لحد الان باقي ما قدرناش نعملو داك الشيء اللي خصنا نعملوه، وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نعملو شي حاجه. انا اللي بقى فيا يعني كنتمنى كانت مبادره مش حال هذه، يعني اول مبادره في التاريخ ديال المغرب جايه عند الناس نتاع الناس البريفي، يعني هما اللي يخدموا الناس المكفوفين. لا حب هذا نشوف السيده رئيسه الحكومه وباسمه الحق حيت هي مكلفه بذوي الاحتياجات الخاصه، كنتمنى يعني تشوف وتنظر في هذه القضيه، هي قضيه 7% تطبق قضيه المعاق بالنسبه للناس المكفوفين. يعني احنا عندنا اجازات تبارك الله، يعني نمشيو نقضيو في المنظمه المكفوفين، يعني كاين المنظمه نمشيو نقضيو فيها كاساتذه. ملي كنهضروا على مستوى التشغيل على مستوى القطاع العام كتشوفوا مجموعه من الخلل، هذا الخلل هو مثلا
أن هناك مجموعة من المكفوفين أو المعاقين بصفة عامة كيقراو كيشدوا الإجازة أو ديبلوم ربما كيمشيو للرباط أو لا يعني لا 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 السبيل الوحيد هو النضال في الرباط نظرا لأن المسطرة اللي تتطبق في المباريات ما كترحمش بهذا المفهوم الأشخاص في وضعيات إعاقة لأن 7% منذ 2000 الآن ما مطبقاش. اليوم رئيس الحكومة كيهضر نفس الموال استسمح على هذا نفس السيناريو اللي كيقولوا في البرلمان في أثناء أنه لقى البرنامج الحكومي ديالو في أثناء الحوار على مستوى الجلسة الشهرية البرلمانية في رمضان اللي فات وحتى الآن. المناوشات والجدل التي شهدهما ملتقى أونديكاب ماروك لم تبدأ إلا مع اجترار بن كيران لكلماته المعتادة، إلا أن المبادرة تبقى محمودة وغير مسبوقة، إذ أن ممارسة نشاط مهني من طرف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يعتبر عاملا هاما من عوامل البقاء على قيد الحياة والاستقلال الذاتي وكذا الاعتراف بدوره داخل المجتمع. واش اخويا يعقد واحد عنده اجازه في اللونغلي عنده اجازه في الفرنسي وكيبيع كلينيكس وكيسعف باب الحد وكيسعف في الشارع باي حق؟ اذا كانت هذه دوله الحق والقانون يعطون واحد الحق يعني حق دستوري يعني حق يعني ماشي كنطلبوا شي حاجه مستحيله كنطلبوا واحد الحق يعني بحقنا نطلبوه. هذا اللقاء لبى انتظارات لهذه الانتظارات كيف؟ السؤال المطروح انه الكل يعني تهويل ملي كنهضروا على التهويل سنعمل على سنقوم ب ستعمل الدولة حسب الإمكان. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو وبلا ما تنساو ديروا جيم ولا بغيتو تشوفوا شاشة شوف تي في ان سامبل كليك في هاد لو بوطون وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.